سبحانه وتعالى الخلية التي هي أساس الحياة في كل المخلوقات الحية. وحيث أن الخلية هي الوحدة العضوية الأساسية في المخلوقات الحية، فإننا نجد بعض التشابه بين بعض المخلوقات أو أجزائها. سندخل معا الآن إلى داخل الخلية. مرحبا، أنا عنزيم مهندس الخلية. الأول هنا والثاني هنا. أنت هذه الجينات ستتحول إلى كروموزوم. لا هذا قويا. لدي فكرة. أجرب هذا. أليس هذا أفضل؟ أمسكوا جيدا. هل ستظل متماسكة أم لا؟ بلى ستظل. الجينات صارت كروموزومات. وبعدها ستصبح نواة الخلية. هذه هي الخلية، والتي بعد أن تكتمل تنقسم ليتحقق النمو. كل شيء حي يتكون من خلايا، وفي جسم الإنسان 60,000,000,000,000,000 من هذه الخلايا: الجلد، العظام، الأعصاب، العضلات، القلب والدماغ، كلها تتكون من خلايا. كل منها نظام حي مستقل يتنفس، ينتج الطاقة، يغذي نفسه ويعيد إنتاج نفسه. حجمها 1% من المليمتر الواحد. ولكي تصبح الخلية مرئية للعين المجردة، يجب أن يكون طول الإنسان 500 متر، وحتى عند ذلك ستكون فقط بحجم رأس الدبوس. هذا نسيج مكون من خلايا. مالح يلا يا مالح، مالح أبيض. دهن لذيذ، دهن دهن لذيذ، دهن مالح أبيض. الوداع، هيا سأخذكم إلى الخلايا. اخرج من هنا، لا نريد ان يغبا. خليتنا متعبة. انه على حق، نحن مرهقون. نحتاج السكر حالا، وبعض الدهن، وبعض البروتينات، وما لقد سمعت ما قال، ليس كذلك؟ ألم تتعلمي شيئا من مدرسة السير؟ ولكن أولوية المرور كلدي. ألم تكوني من الطلاب الجيدين في المدرسة؟
حسنا تحركوا إلى هناك. كيف لديهم أي احترام لنا؟ من يظنون أنفسهم؟ حضر أصدقائه. هل من جديد ملازم جامبو؟ لا يا سيدي، أدامك الله كابتن بيتر إلى اللقاء. انظر، ها قد أتت كل هذه الدم الحمراء ومعها الأكسجين. جيد، نحن بحاجة إلي. يفضلنا احضر الأكسجين بدل آخر ثاني أكسيد الكربون. اللي بعده هيا. هيمو، انتظر. ما الذي يشغلهم؟ اسمع يا هيمو، لما لا نذهب للداخل ونرى كيف تتكون الخلية؟ سيدي يا جلوفين، لا يوجد ما في أسعاري، فأنا كبير الحجم. لكن كريات الدم الحمراء هي أيضا خلايا، فلا تعرفون؟ نحن خلايا فعلا؟ نعم طبعا، لكننا بدون نواة، ولهذا لا نستطيع إنتاج أنفسنا مثلهم. هذه شحنة أخرى من ثاني أكسيد الكربون. أنا أكره ثاني أكسيد الكربون، فلن أطيقه. نحن الآن سيداتي وسادتي في الفشاء الذي يحمي خلايانا، وكما ترون فإنه مكون بشكل رئيسي من البروتين والدهون والسكر. أنتم. ما الذي استحلنا بالضبط؟ الريبوزوم، وهو خط تجميع البروتين، لدينا الآلاف والآلاف منها. الميتوكوندريا، مراكز إنتاج الطاقة، تنتجها بحرق الطعام الذي يجلب هنا. ماذا بعد؟ كل تنفسنا يأتي من هنا أيضا. الحبيبة، مقر القيادة التي تسيطر على الوحدة أو قسم الخلية. هذا الشريط هو طريق الأوامر التي يرسلها الحامض الأميني، فهو يحمل كل الأوامر من مراكز القيادة إلى خط التجميع. أما مركز القيادة فهو هناك. انظروا إلى مستودعاتنا الرائعة، تعلمون أننا ننتج أيضا ما يكفي للتصدير؟ لقد وصلنا أخيرا لإحدى الليسوسومات، حياة جديدة بانتظاركم، وهنا سيجري تحويلكم. أليس جميلين ولطيفين؟ نعم لطيفون جدا. قريبا ستصبحون مثلهم. أما فتح. Mm-hmm.
يبدو ازدحام شديد. ماذا يجدني في خدمة التوظيف؟ أخبروني. لا نستطيع عمل شيء سيدي، لقد حاولنا صدقني. حرك المخارج، ألا ترى أنها جميعا متوقفة؟ الخطوط مزدحمة سيدي وطلبوا من التوقف قليلا. ماذا؟ هذا غير معقول، أبعدوا جميع الدهن الفائق، هيا تخلصوا منه. يجب أن أتحدث مع الناس لأوصلوني به. يجب أن أتكلم مع الناس. المايسترو مشغول جدا الآن. يجب أن أتحدث إليه. يجب أن أتحدث إليه. ما هذا؟ ماذا يجري؟ حسنا، ما الأمر؟ إنني أستمع. مايسترو، يقولون انظر إنهم مغمورون بالطعام، يستطيعون فقط تخزين الشحم، ماذا نعمل؟ وماذا عن المصانع الأخرى؟ نفس الحالة في كل مكان مايسترو. علينا عمل ضروري. أخبرني أيها المشرف، هل أنت نائم؟ كيف تسمح للجميع بالدخول؟ ألا تعلم أن مصانعنا طافحة؟ طبعا لا يعلم، فهذا شأني، فأنا الرئيس على أي حال. اصغي إلي، من الآن فصاعدا أوقف جميع المستوردات ولا تسمح بدخول شيء، هل تسمع؟ حاضر. أرسل لي رسول الأعصاب، أرسل هذا إلى الدماغ. إذا أرادوا أن يستمروا في صنع الشحم فهذا راجع لهم، فهي مسؤوليتهم على أي حال، لكنني لا أريدهم أن يبدأوا بالشكوى لأنني لم أحذرهم. لا 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 لا، شكرا، لا مزيد، لا نريد أن نأخذ أي زيادة. رجاء دعني أمر، أخبروني أنهم يريدونني في الداخل هذا اليوم، اتبعوني. الفيروسات دخلت تلك الخلية. أوصلني مع القطاع رقم 4000، أريد التحدث مع الملازم جامبو. لقد حددنا موقعهم يا كابتن، لا تقلق. هجوم! تابعوا. هناك. دعونا نرى كيف تسير الأمور هذا اليوم. نريد بعض السكر، نعم، وبعض الأكسجين بالطبع، وماء، وبعض الحامض الأميني، نعم، وبعض البروتينات، بل الكثير منها، فنصف جسمنا مصنوع منها. وماذا؟ لكن لماذا كل هذا الشحم؟ أمر غريب.
قليل من الملح جيدها سنن. هذا كل ما علينا الآن أن نرفع يدنا لمدير الغشاء ونذكره بأن لا ينسى. نداء إلى جميع خلايا قطاع 4000، ابدأوا في صناعة الكولاجين وأرسلوه فورا. أنت أنت يا من في القيادة، ألا تستطيع تأجيل هذا الأمر؟ أفضل أن أهتم بحاجتي أولا. هذا أمر من الجسم كله، لقد جرح الجلد لتوه، فلا جدال الآن، فالأولوية لمثل هذه الحالات. حسنا، سمعت ما قال ليس كذلك؟ إلغي كل شيء وابدأ من جديد. وفت الكروموسوم طلبية طارئة للكولاجين، أرسل الرسل مع التعليمات إلى مراكز الإنتاج. هل استلمت؟ تحرك. هاي ما الذي يجري هنا؟ تحرك ايتها الكذوب وسمعت الكسودة، هيا للعمل حاضر. Have a seat.